لها اقترنت اسماك القرش بالوحشيه بكل تاكيد بالنسبه لنا احنا في عالم البشر. بنعتقد احيانا كثيره جدا انه هذه الاسماك المتوحشه يعني يجب ان تقتل، بينما يوجد ما يطلق عليه الصيد الجائر. لازم ان احنا عشان نحافظ على توازنات الطبيعه وتوازنات البيئه يجب ان احنا يكون عندنا هذه الثقافه او هذه المعرفه يعني ضروره حمايه البيئه. أسماك القرش ظهرت أيضا في فترة من الفترات على سواحل البحر الأحمر في مصر، كان في تساؤلات كثيرة جدا بهذا الشأن، كان في بعض التساؤلات أخرى تتعلق بمستقبل السياحة في مصر فيما يتعلق بهذا الأمر أيضا، لأن في كان تخوفات كبيرة جدا من ظهور هذه الأسماك على السواحل. أسباب الظهور أيضا، هل هي بهذه الوحشية اللي بنعتقدها؟ ازاي ممكن احنا نحافظ على توازنات البيئة دون ان يكون هناك اي اخلال بيها او ضرر على البشر؟ تساؤلات هنطرحها في هذه الفقرة العلمية على ضيفنا على الهواء مباشرة الدكتور امير السويفي. بنرحب بحضرتك، صباح الخير يا دكتور. دكتور امير، اسماك القرش فعلا بالوحشية، ما هي حقيقة هذا بداية؟ ما اساءت رواية كتبها بشر عن مخلوق ليس من البشر، مثلما أساءت رواية الكاتب الأمريكي بيتر بانشلي سنة 74 كتب قصة وأصغها ستيفن سبيلبرغ في فيلم الشهير جو سنة 75 عن هجوم لسمكة قرش مفترسة على سواحل ماساتشوستس الأمريكية في منتجع اسمه أميتي. من ساعة الوقت ده بدأت الناس تشوف سمكة القرش إنها مخلوق مفترس وحشي مهاجم. وكمان ما أزاد الأمر صعوبة أو قوة، الفترة دي سنة 75 ما كانش لسه المؤثرات الضوئية والصوتية في التلفزيون وفي السينما وصلت بالقوة اللي هي واصلة بيها حاليا، فكان بالنسبة لنا احنا أول مرة نشوف شيء بالمنظر ده. وكان سنة كده كان مجرد ماكيت بس أصابت بشكل جيد جدا، سبيلبرج أصابها بشكل جيد جدا، فاحنا شفناها فعلا إنها سمكة وبتهاجم. الفترة دي 75 76 77 حصل رعب عالمي للناس اللي بتنزل في البحر، والناس كانت خايفه تماما، وكل يعني كل واحد متخيل هو لو نزل البحر هيهاجم من سمكه قرش. يعني انا اذكر الفتره دي كان كنت تقريبا عندي 10 او 12 سنه، كان عندي صديق ليا في المدرسه. الولد ده كان لما بيفتح دولاب بيته اللي في اوضه نومه كان بيفتح دولاب شويه ويبص ويفتح بعد كده يكمل فتح الدولاب من كتر ما هو خايف ان ممكن حاجه تهاجمه من جوه. وهل هي بهذه الوحشيه بالفعل؟ هنتكلم بقى دلوقتي. بس دايما احنا تعودنا نرجع للامر من بداياته، نرجع للخلف شويه ونشوف ليه خدت السمعه السيئه دي. اول ظهور لي على الكوكب الارض كان تقريبا من 460 مليون سنه. وبدا يتطور لحد بدا ياخد الشكل اللي احنا نعرفه حاليا من تقريبا 25 مليون سنه. ده كان الجد الاكبر لاسماك القرش، كان اسمه الميجالودون. طوله تقريبا كان بنفس الحجم ده؟ طوله كان 25 متر، وزنه كان بيتعدى ال 80 او 100 طن، كانت السنه الواحده بتتعدى ال 20 سنتي. هو ده الجد الاكبر لاسماك القرش الابيض اللي اصاغها بيتر بانشلي في فيلم جوس واخرجه ستيفن سبيلبرغ. الشكل الحالي اللي ظاهر لسمك القرش الموجود عليه الابيض الحالي بتوصل سرعه طولها تقريبا ل 6 متر 6 متر ونص، وزنها ممكن يعدي ل 2 طن. دي كان بدايات الشكل او ده الشكل اللي ظهر حاليا. وسمكه القرش الابيض اللي هي قلنا قبل كده اتكتب عليها القصه مش بالسمعه السيئه اللي احنا عارفينها. هم كان نوع قرش يعني في تقريبا في بحار العالم ما بين 450 و460 نوع من اسماك القرش. النوع اللي ظهر هنا في مصر من اسماك القرش وعلى السواحل تقريبا كانت العين السخنه. احنا عندنا في مصر هنا تقريبا ده اي نوع وايه اسباب ظهوره كان؟ تمام. وهل فعلا كان بشكل خطوره ولا كان دي مجرد ان الناس يعني بتروج شائعات؟ هقول كل ده حاضر. بتخبر الامور. في مصر تقريبا في من 40 ل 42 نوع من اسماك القرش. الاسماك اللي موجوده في مصر ممكن تكون تمثل نوع من انواع الخطوره على البشر. في سمكه قرش اسمه قرش الناكو، القرش النمو، ابو مطرقه، وفي حاجه اسمها الوايت توب تيل وبلاك توب تيل، الزعنفه العلويه بتاعته بيكون فيها طرف ابيض وطرف اسود. دي الاسماك اللي هي فعلا ليها سمعه نسبيا سيئه او سمعه هجوميه اجريسيف شويه. لكن هي مش اجريسيف شويه، هي متوحشه.
مش بالشكل ده. بعد تتغذى على ايه؟ بعد نهاية الحلقة النهاردة حضرتك هتعرفي اللقاء ان هي فعلا مش بالشكل اللي احنا متصورينه. اكبر سمكة موجودة على ظهر الارض نوع من اسماك القرش اسمها القرش الحوت. ممكن لو نشوف دلوقتي الفيديو رقم 1 و2 هنعرف عنها كتير. القرش الحوت بيوصل طوله تقريبا بيتعدى من 12 ل 14 متر والوزن بتاعه بيعدي تقريبا من 14 ل 18 وحين بيوصل ل 20 طن. القرش الحوت اكبر سمكة. الحيتان ليست اسماك، الحيتان ممكن تبقى اكبر من كده. القرش الحوت الازرق بيوصل تقريبا لحاجة و30 متر. اللي احنا شايفينه دلوقتي ده اسمه الباسكن شارك. الباسكن شارك ده تاني اكبر سمكه موجوده على ظهر الارض. دي موجوده في انهي بحر؟ دي موجوده في المحيطات، مش ظهرت موجوده عندنا بس بنسبه بسيطه جدا. الغريب بقى في حاجه، الحظيه ما حضرتك شايفه حجمها عامل ازاي. دي السمكه اللي قدامنا وزنها بيوصل من 4 ل 6 طن والطول بتاعها ممكن يوصل ل 12 متر. دي إيه غذائها؟ حجم الحيتان برضه لا اقل بشويه. ايه غذائها؟ الفم المفتوح ده، الفم الحجم المهول اللي ممكن يخض وممكن يصير رعب، كله بياكله السمكه دي. البلانكتون كائنات دقيقه جدا 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 مجهريه، وهو ماشي بيفتح فمه مجهريه بيدخل ميه جوه الفم، وبعد كده بيحصل ترشيح من الخياشيم، بتطلع الميه من الخياشيم زي فلتره ويتبقى مخلوقات مجهريه. حجم المريء لهذه السمكه حجم المريء مش ممكن يعدي برتقاله، حجم المريء لا يتعدى 15 او 16 سم تقريبا، متر و20 سم القدس بتاعه، يعني ممكن ياخد عربيه سيت صغيره. وبرغم الحجم ده كله لو حد فينا تعمد يدخل جوه الفم مش ممكن يتبلع. لان المريء حجمه ضيق جدا، ما عندوش اسنان، عنده زي اسنان بدريه خفيفه جدا، لان هو مش بيحاول ياكل. يعني عنده فك قوي لكن ما عندوش اسنان. ما عندوش اسنان، اسنان بدريه خفيفه جدا. هدف الاسنان دي ان هي بس تبدا تساعد على نوع من الفلتره للميه اللي داخله. انا برضو مصر ان انا اكرر سؤالي تاني عن اسباب ظهور اسماك القرش في مصر. اولا هل كان حقيقه ولا لا؟ هي حقيقه فعلا. والنوع اللي ظهر ايه بالظبط؟ بص الفيديو اللي شغال دلوقتي، شايف المخلوق ده حجمه قد ايه؟ ده القرش الحوت، ده اكبر سمكه موجوده على ظهر الارض. طوله ده زي ما احنا قلنا ممكن يتعدى ال 12 او 14 متر. السمكه دي عندنا بنسميها مسمى ظريف جدا بنسميها البهلول. شايف الشخص اللي حضرتك العايم اللي جنبيه ده؟ هتلاقي في شخص عايم بيحاول يمسك فيه. دي في انهي بحر؟ دي موجوده في المحيطات. ده شخص مخلوق مسالم للغايه لدرجه ان الناس بتحاول تمسك فيه وتطبطب عليه وهو بيعيش في منتهى السعاده ومنتهى الهدوء. طيب لكن مش كل الاسماك، مش كل انواع اسماك القرش اكيد ما هي بالهدوء ده، او زي الدولفينز بقى او السلوك اللي هو يعني صديقه للانسان. هنتكلم بقى على موضوع ليه ظهر حاجه زي كده. قبل ما اتكلم في الحته دي هقول بس حاجه صغيره عن سمك القرش. اسماك القرش الهيكل العظمي بتاعها مش عظم، دي غضاريف. الغضاريف عباره عن انسجه ضمه زي الموجوده في جسم الانسان اللي هي بتنتهي بيها نهايه العظام زي الانف زي الاذن، دي اسمها الغضاريف. الغضاريف الميزه بتاعتها ان وزنها خفيف جدا بالنسبه لوزن العظم. سمكه القرش الهيكل العظمي بتاعها او الهيكل السكيلتون بتاعها غضيوفي، فبالتالي سمكه القرش نسبه وزن الهيكل بتاعها بالنسبه للعضل، العضل اكتر بكتير جدا، يمكن 200% اكتر من الاسماك. فده بيدي للسمكه قوه اندفاع عاليه جدا في الميه، ممكن توصل من صفر لاقصى سرعه ليها لا تتعدى الكلام ده كله في 4 و5 ثواني. سرعتها بتوصل ممكن احيانا ل 70 كيلومتر في الساعه، ممكن تلف يعني ممكن تعمل اكسلريشن او تتسارع اثناء اللف. ده بيدي للقروش خاصيه عاليه جدا في الهجوم. القروش فيهم حاجتين وقتك لو يسمح حضرتك تديهم لي احكي لك عنهم. دول حاجات مهمين جدا لازم نعرفهم عشان نعرف موضوع الهجوم التام ليه او خصائص على القروش. القروش فيهم خاصيتين مهمين جدا. سمكه القرش هي السمكه الوحيده اللي ممكن في التناسل بتاعها تظهر باربع اشكال. في نوع منه اسمه اوفيبروس، نوع القروش ده بيبيض زي الاسماك العاديه والجنين بيطلع من البيضه بعد كده. في نوع تاني من القروش بيولد اسمه فايفيبروس، يعني اذا الجنين بيتواجد جوه رحم الام ويتغذى عن طريق الحبل السوري. في نوع تالت من القروش
اسمه اوفوفايفيبروس. دي ظاهرة غريبة جدا، لان الام بتبيض وبتحتفظ بالبيض جوه اكياس بداخل الجسد لحد ما الجنين يوصل لاكبر حجم ليه، وبعد كده بتبدا تخرجه لحد ما يكون قادر يهاجم ويتعامل مع الطبيعة. وفي اخر نوع تاني اسمه انترا اتيرال كانيباليزم، ده حاجه خاصيه من اعدم ما يمكن. الام عندها رحمين، في كل رحم بتولد 50 ل 40 جنين صغير، ويبدا اكبر واحد منهم يتغذى طول فتره الحضانه على باقي على اخواته. كل واحد من الاجنه الصغيرين يفضل ياكل ال 40 اخ كبير جوه الرحم لحد ما يوصل في النهايه حجمه يوصل تقريبا ل 90 سنتي، ويطلع من كل رحم بعد ما كان في كل رحم ده 50 وده 50 يطلع سمكه واحده من هنا وسمكه واحده من هنا. سمكه القرش سمكه متقدمه جدا ومتطوره جدا جدا جدا. حاجه اخيره اقولها قبل ما نتكلم على موضوع الهجوم، اصل الوقت بس حضرتك يا دكتور. طيب نتكلم على موضوع الهجوم. الهجوم اللي حصل كان في العين السخنه. حصل تقريبا السنه اللي فاتت هجوم لاسماك القرش في العين السخنه. الهجوم اللي حصل كان يوم 28 شعبان، وكان تقريبا 4 يونيو قبل رمضان بيومين. الفتره دي الجو كان حار جدا. يوم 28 شعبان قرب نهايه القمر بيبقى المد صباحا الساعه 12 الظهر. دلوقتي هنتكلم عن وحشيه اسماك القرش، وانا بتكلم عايز نشوف الفيديو رقم 3 و4 و5. هنتكلم دلوقتي عن الوحشيه ونشوف الفيديوهات دي الاسماك دي فعلا سلوكها عامل ازاي. الساعة 12 الظهر لما حصل الهجوم ده كان المية فيها مد. يعني ايه فيها مد؟ يعني التيار كان شديد جدا. الناس كانت واقفة تصطاد وهم واقفين بيصطادوا. واحنا اول لما السمك فترة الساعة 12 الظهر لما السمك بيهدى بنحاول نزود جذب السمك لينا، فبنرمي حاجة اسمها زفر في المية، قطعة من السمك مقطعة علشان نحاول نجذب السمك. اللي بنعمله ده بيزود كمية ريحة الزفارح تحت المركب بشكل عالي جدا. وبرغم كل ده فترة الساعة 12 الظهر ما بيكونش فيه سمك بشكل عالي جدا. علشان بصي حضرتك الفيديو ده سمكة القرش الأبيض اللي اتعمل عليها فيلم جوس. دي اللي ظهرت عندنا؟ شايفة الراجل بيمسه ازاي بهدوء ازاي؟ ده نفس السمكة اللي ستيفن سبيلبرج عملها فيلم جوس. ده مخلوق مسالم جدا، ممكن يهاجم بس لازم يتحط في ظروف معينه عشان يهاجم. ده اللي حصل الهجوم بتاع عين السخنه، اللي هم في الوقت ده كان البحر عالي جدا، كان البحر هادي جدا، المايه شديده السخونه، التيار عالي، الشامينج او الظفر كان موجود تحت المركب ونتيجه التيار عالي فبدا ينتشر في البحر بمساحه كبيره جدا، والمايه كانت صافيه. كل الظروف دي بتبقى بتسهل قدوم اي اسماك موجوده في المنطقه من ضمنها القرش. واحنا واقفين هو عض في الولد لما نزل في الميه وعض في رجله، واحنا واقفين بنصطاد بنكون واقفين على تبريه المركب ظهر المركب، بيقع الطعم اللي احنا بنصطاد بيه تحتينا فبندوس عليه برجلينا. القدم من اسفل بيكون مغطى بطبقه زيتيه من ريحه الشامينج او الطعم او السردين اللي بنصطاد بيه. ريحه القدم من تحت بتجد احنا واقفين ودايسين عليه ومع الشمس الشديده فبينزل منه الزيوت، فالقدم اسفل القدم بيكون ريحته زفره. صادف الفتره دي كان في سمكه موجوده مجرد مصادفه، واشك ان السمكه دي ده كان قرش ماكو حصل قبليها، ممكن يكون حصل قبليها بيوم او يومين ناس حاولوا يصطادوها واتعورت واتسابت موجوده في المكان. كان مصادفه يعني؟ كان مصادفه تامه، ما حصلش اي ظاهره حاجه خلت وجود الاسماك في المكان ده يبقى امر ممكن نسلم ان هو هيبقى شيء. طيب تمام، عايزين نتكلم يعني قبل ما اللقاء ينتهي دكتور برضو على سلوك البشر تجاه هذه المخلوقات ومساله الصيد الجائر والتعامل معها. طبعا هي فيها مخلوقات متوحشه ومؤذيه وكل حاجه، وطبعا الانسان يستطيع ان هو يؤمن نفسه من خلال اسلوبه في التعامل معها، ان هو يكون فاهم بيتعامل مع ايه. لكن في نفس الوقت ده مش معناه انه احنا نساعد على انقراضها او ان احنا نقتلها او نتعامل معاها بطريقه ممكن ان هي تحدث خلل في البيئه. ازاي ممكن ان احنا نحسن من سلوكنا اكتر في التعامل مع هذه المخلوقات البحريه؟ فيما يخص الصيد الجائر وبالذات في اسماك القرش، هقول لك حاجه بسيطه كده، احصائيه كده بسيطه. عدد هجوم اسماك القرش في السنه
على البشر بيوصل تقريبا من 80 ل 120 هجوم، بيموت من 12 ل 20 ل 25 واحد. يعني اسماك القرش ممكن تقتل 30 واحد كل سنه. في المقابل اخر احصائيه ايه عدد الاسماك اللي احنا بنصطادها علشان اسماك القرش اللي بنصطادها، احنا بيتعدى 370 مليون سمكه كل سنه. ليه؟ علشان ظلا من بني ادم ان اسماك القرش الزعانف بتاعتها فيها مقويات جسديه او مقويات بتزود بعض الامور الحسيه. ده همه. بص حضرتك الاول هتشوفي هو احنا بنتعامل ازاي مع الاسماك دي. ده همه حياه الاسماك، لدرجه ان هو بياخد الاسماك وبيقطعوا الزعانف بتاعتها وبتتفني حية تانية في المية لحد ما تموت غرقانة، لانه مش قادر يعوم ولا قادر يتنفس ولا قادر ياكل. ده الزعانف اللي احنا بنصطادها لمجرد المتعة الحسية والجسدية. 370 مليون سمكة بتموت كل سنة. ده في اي بحار؟ ده في بحار العالم كلها. يعني السلوك ده في على مستوى العالم 370 مليون سمكة بتقتل سنويا لمجرد، شوف هيك بيعملوه بعد ما ياخدوا السمكة بيرموها بعد ما يقطع زعانفها. وده شكل ده شكل في منتهى القسوة ومنتهى يعني منتهى البعد عن الأدمية، ان احنا نوصل لمجرد بعض الافكار موجودة بداخلنا ان في امر ما عند مخلوق من مخلوقات الله هيزود بعض الامور الحسية الجسدية، نجري عليه لا يهمنا مبادئ ولا قيم. كل جنيه ان احنا نبني المخلوق ده، كل ما بندور عليه دايما في حياتنا المجد والشهره واكاليم الغار والبحث على الشهوات والرغبات، ما يهمناش اي حاجه ممكن نسببها من اذى او الم لاي مخلوق من مخلوقات الله. في المقابل كل المخلوقات دي مش عايزه حاجه اكتر من ان احنا نسيبها في حالها ولقمه عيش تاكلها او قصه خبز بس متغمسه بشويه سلام وامان. ده حقيقي. طب هو يعني بمناسبة الحركة بتقوله ده برضو ظهرت في اسكندرية في الفترة الأخيرة، ظهرت برضو صيد الزلاحف الكبيرة. مظبوط. وشفنا يعني في بعض وسائل الإعلام والمواقع صور حقيقة برضو مؤسفة جدا. يعني مين المسؤول عن ده وازاي برضو ما فيش أي تحرك تجاه حاجة زي كده؟ مصر مضية اتفاقيات للحفاظ على البيئة من ضمنها اتفاقيات للحفاظ على السلاحف البحرية البرية والبحرية. ليه بيحصل حاجة زي كده؟ لنفس السبب البشر فيه بيقتل أسماك القرش عشان ياخد الزعانف، علشان ظلا منه ان شوربة الزعانف دي بتزود أمر ما. نفس الفكرة دي وصلت فلسفة للبشر ان دم السلاحف البحرية وبعض أجزاء من أجسادها بتزود بعض الأمور الحسية والجسدية. فبدأ لهمه الكائنات ديت ليها حق في الحياة او لا ولا همه. طب ايه الاجراء اللي مهتمين بالمجال ده زي حضرتك وزي جميع المهتمين بالمجال ده؟ في نشطاء كتير. ايه الاجراء بالظبط اللي ممكن ان هؤلاء النشطاء ان هم يقوموا بيه علشان يحدوا من هذه الظاهرة؟ خلينا نتكلم في النطاق بتاعنا احنا هنا في مصر في موضوع اسكندرية، حاجة قريبة مننا يعني، لانه الموضوع ده برضو اثار السياق كتير قوي في الفتره اللي فاتت، وفي ناس نشطاء طالبوا المسؤولين ان هم يتحركوا وان هم ما يقعدوش يعني في موقف سلبي امام اللي بيحصل ده. في بعض الجمعيات وبعض التكتلات الموجوده في السواحل ومن ضمنها اسكندريه، دول ناس بيحافظوا على البيئه وبيحرصوا تماما ان هم يقدروا ينقذوا السلاحف اللي بيتم صيدها بطريقه وحشيه ويرجعوها للميه مره ثانيه. القضيه ان المجموعات دي ما عندهاش السلطه والقوه انها تقدر تقف قدام الصيادين اللي بيستغلوا طمع الناس وجشع الناس ومعرفتهم ان المخلوق ده لو اتصاد واتشرب دمه هيحقق نتيجه معينه ليهم. فبالتالي بيصطادوه ويبيعوه. الناس النشطاء دول لازم يكون عندهم ظهر قوي ولازم يمنحوا السلطه قويه بحيث يقدر يمنع واحد صياد ان هو يصطاد حاجه زي كده. بالاضافه لازم يكون في تنسيق عالي جدا ما بين وزاره البيئه المسطحات المائيه والامن المرامي ومصايد الاسماك. لازم يكون في اداره موجود حاجه زي كده، واحنا ماضيين على اتفاقيات، بس المشكله تفعيل الموضوع ده مش قوي وبيسمح احيانا ببعض الثغرات. فبالتالي وقد يعتقد البعض ان هو ملوش اولويه وانه يعني في امور اهم وما الى ذلك. يعني ما هو يعني في ناس بتتصور انه دي حقيقه برضه الى حد كبير طبعا ان في اولويات وكده، لكن المفروض في اطار التخصص وفي اطار انه في وزاره زي وزاره البيئه متخصصه
ده يعتبر من اولويات وزاره البيئه طبعا نفسها. طبعا. وفي برضه جمعيات موجوده في اسكندريه البحر الاحمر مسؤوله عن الحفاظ على البيئه، بس انا بطلب من الجهات المسؤوله انها تمنح ما هذه المجموعات او تمنح سلطات اكتر للسلطه التنفيذيه القويه عشان يقدر يمنع صياد ان هو يصطاد حاجه لدرجه ان يصطاد السلاح في البحريه، لدرجه ان بيحصل حاجه غريبه جدا من كتر ما الناس معهاش سلطه قويه عشان تنقذ المخلوقات دي بتضطر انها تشتريها وترجعها الميه مره ثانيه، وهم صيدينها وحاطينها فوق على شط ميه ثانيه عشان عارفين ان هم هيجي حد يشتريها ويرجعها الميه ثانيه عشان ينقذها. لكن لو اتوقفوا وكان في ردع قوي جدا من الدوله ومن الجهات المسؤوله ان اي صياد هيصطاد حاجه زي كده هيتسحب ترخيصه، مركبه هتقف هيمنع من السوق فتره معينه، في اجراء هيبقى قوي جدا ويحصل فيه غرامات ويحصل فيه حبس لمده وقت معين، بعد كده الناس دي هتتوقف على انها تبدا تطغى على البيئه وتطغى على المخلوقات اللي هي مش من حقها تتعامل معاها، وخصوصا ان في اتفاقيات في الواقع الدوليه موقع عليها والدوله موقع عليها على الحفاظ على البيئه. نتمنى ان وزاره البيئه ان شاء الله تتحرك يعني في هذا الاتجاه، ونتمنى برضو ان يكون في زياره وعي بهذه الامور في مجتمعنا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور امير السويفي خبير العلوم الكونيه والبحار وعلوم الصيد، شكرا لحضرتك، شرفتنا في صباح الخير يا مصر. مشاهدينا خليكم معانا، احنا مستمرين معاكم لسه في صباح الخير يا مصر حتى الساعه 10. شكرا لك.